اوكي السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عمر من قناه عمر جيمز، واليوم راح انتحر بمخزن. استغفر الله، اليوم في عمليه انتحاريه شباب بتصير. اليوم بنلعب التيمت كوستوم نايت، لا اله الا الله. قدامك هنا 50 روبوت، حرفيا 50 روبوت، ما عدا هذا الفون جاي ما هو روبوت يعني، بس نعتبر الروبوت نمشيه. المهم ان قدامك 50 روبوت، واليوم راح العب بويليام افتن. اتوقع اغلبكم عارفين النظريه المشهوره انه نحن قاعدين نلعب بويليام افتن، وان ال50 هذول انه نحن يعني محبوسين، والخمسين الروبوت هذول قاعدين يعني يعذبونه وحاجات زي كذا و... لا لا لا، الله يهديك يا وليم، والله العظيم ما ادري ايش قاعد الزبدة. بنبدأ طبعا نلعب زي ما انتم شايفين، هاي سكور صفر مرة لسه الحين ببدأ. طبعا لعبت اللعبة اكيد قبل زمان، مرة مرة زمان، لما نزلت تقريبا في 2018 اتوقع، نزل في 2018. الزبدة انه لعبتها وقتها وكان مرة مرة زمان، وكنت فنان ترى فيها، لكن الحين لا اله الا الله، اخوكم في الله ناسي كل شيء، ما ادري، ما ناسي كل الشخصيات تقريبا، بس اتذكر اللي هو فريدي اتوقع وبوني، وبحط اللي اتذكره، تمام، بحط بس اللي اتذكره، ما ابغى العب، ما ابغى انتحر، اسوي كذا اول 20 فاهم، كذا 50 20 هذا المود عارفين. والناس كذا في ناس ختموه ما شاء الله تبارك الله، ما ادري كيف ختموه كذا، سبحان الله، والله ما بتعيش ساعه واحده، ساعه واحده ايش، دقيقه واحده، 10 ثواني ما بتكمل، ما ادري كيف، زبده، خليها صفر، نلعب صفر، ما نقدر، صح، اوكي يعطيك العافيه حبيبي، شكرا شكرا يا سكوت، شكرا. المهم ان نحطهم تقريبا، نحط فريدي 10 كذا لانه هو اسهل شيء تقريبا، 10 بعدين نحط، شوف خلينا نبدا على المضمون، انا ما ادري والله، ما اتذكر كويس، اتوقع بوني وفوكسي نفس الشيء تقريبا، يظهروا في نفس المكان، لكن خلينا نلعب على المضمون، خلينا نضيف مثلا، نضيف يلا توي بوني، يلا نضيف توي بوني، نضيف منه كمان كذا 10 تمام، ونضيف 8 يلا، نلعب على المضمون شباب بالبدايه يعني، شوي شوي نبدا حبه حبه، بعدين نكمل يعني. وفي المقاطع الجايه ترى في راح اسوي مقاطع كثيره عن الالتيميت كوستوم نايت لو عجبكم الموضوع، فعشان كذا انزلوا تحت وحطوا لايك اذا تبغوا يعني مقطع ثاني وثالث عنه، عشان نكمل نلعب بكل الشخصيات لين ما نوصل 50 20 يا حبيبي. المود هذا 50 20 الله يستر، هذا اللي انت، هذا من جد انتحار 50 20. اوكي توي تشيكا تمام، اوكي نحط توي فريدي تمام، توي فريدي اتوقع كان زي شغلتهم كذا لازم تلبس القناع، والله ما ادري شباب ما ناسي انا. اوكي زبده نحطه 8 كمان زيهم يلا، اوكي توي فريدي، نحط توي فريدي، اوكي توي فريدي اللي هو تقدر انك تشوف اللي هو والله نسيت صراحه، الحين بتذكر معاكم ان شاء الله يعني، اللي هو توقع في الكاميرا رقم 5 ولا شيء كذا موجود، ولازم انك تتابع مع الكاميرا تلعب معاه فنافل الجزء الاول فاهمين ولا شيء، والله ما ادري ناس الزبده، الزبده انه ما راح احط الباقي. توقع شادو بوني كان، ما ادري شادو بوني يا اخي، شادو بوني شخصيه غثيثه، ما ادري اللي كذا شخصيه مره غثيثه، حتى من فنافل، من فناف اثنين والله العظيم ما. اوكي المهم صبر الله، طيب اوكي خلاص الباقي شخصيات خلاص، ما بعدين يعني ان شاء الله مع الوقت يعني، مع المقاطع الجايه ان شاء الله. خلينا الحين نلعب على المضمون، نحاول نختم اللعبه زي كذا، بسم الله جو، يلا يلا بسم الله، ان شاء الله يعني الشخصيات ذول تكون محترمه يعني، ما تلعن خيرنا ان شاء الله. اوكي طبعا الشيء المثير للاهتمام انه في الاوفيس هذا طبعا تقدر انك تفتح اوفيسات يعني بالمستقبل وكذا، لكن الاوفيس هذا تقدر انك وتقدر انك تشوف هذا كاندي، ايش اسمه، كاندي كادت ولا شيء، كاندي كادت، شخصيه غريبه مره الزبده، مره مره شخصيه غريبه، تظهر في فناف 6 لا لا، شوف شكله انت، شكله كذا علبه حلاوه مصاص ولا شيء، والله ما ادري الزبده. اوكي حياك الله، اعوذ بالله اللعن اللي شباب، ما كملنا دقيقة، ما كملنا دقيقة، ما كملنا 5 ثواني يا حبيبي، والله يا عيال هذه اللعبة أكثر لعبة تموت فيها حرفيا، أكثر جزء فناف تموت فيه كذا، تموت بس تموت، لأنك قاعد تلعب وليام افتن، فشيء طبيعي يعني، وليام افتن الله يهديه قتل 5 أطفال وقتل مليون طفل و... والله يهديه يعني، يعني سبحان الله. طيب أوكي شوف فريدي ما يجي إلا ما يجي الحين، طيب وين وين وين، سريع سريع، وين توي فريدي؟ توي فريدي هو قتلني بسبب اني اوكي هنا هنا، اوكي نشوف الكام هنا هنا، هذا ركز، اذا طلع هنا مكنه سوى لي شيء نقفل الباب على طول. طيب ها، اعوذ بالله اعوذ بالله، اوه كاندي كادت هذا تحر، ايش في يا حبيبي، ارجع 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 مكانك بس، اوكي طيب كويس، شوف شوف شيك على طول، اعوذ بالله يا اخي، ايش فيك يا اخي، ايش في، ايش في هذا توي فريدي، بشيله وانا الحين، ايش في، ايش في، خلاص سكر فمك، لا لا لا، ما قاعدين نكمل 5 دقائق، ايش ايش بنسوي، ايش هذا جواب، والله لا لا، ترى انا مره نوف هذا اللعب، بس عشان ترى كنت قبل فنان، لكن الحين سبحان الله ما في خبره الحين، او ما في مو ما في خبره حاليا، ناس ام اللعبه. طيب اوكي وين هو، كام ايش، اي كام 8، اوكي اوكي نركز خلاص، لازم نبدا نركز تمام، اوكي نركز هنا، طلع لنا هنا شيء نركز، بسم الله، اعوذ بالله، لا لا بطلع، لا اله الا الله، والله ما ادري يا شباب، ما ناسي انا ترى اللعبه، ناسي توي فريدي كيف النظام حقه،
دقيقة يا أخي خلينا ننتبه عليه الحين، نركز عليه، دام خسرنا مرتين منه وخسرنا كل المرات منه. أنا أتذكر إنه يطلع هنا زي المكنسة ولا شيء زي كذا، لازم نقفل الباب بعدين على طول. طيب دقيقة، أوكي طيب، بيطلع شيء ما بيطلع شيء الآن. أوكي زي كذا، يطلع زي المكنسة كذا، زي رأس المكنسة. لا إله إلا الله. بعدين حبيبي ليش قاعد تلعب فنافل الجزء الأول؟ ليه حبيبي ليش؟ ليه قاعد تعب حالك؟ أعوذ بالله. لا أوكي طلعت شوي توي شيك. أوكي يا ساتر، سريع. لا خسرنا. الله يرحمنا شباب. إن شاء الله طيبين أنتم، إن شاء الله إنه يعني طيبين إن شاء الله. أوكي ما طلع لنا شيء. دقيقة، وين فريدي؟ أعوذ بالله، إيش هذا قاعد يراضيني إنه جو أخذت باور أب يا حبيبي. روح انقلع، انجلت والله لين قلت بس دقيقة، والله بشيل توي فريدي عيال، والله توي فريدي مرة صعب، بشيل أمه. خلاص خلينا نلعب على فريدي والباقي الشباب. أدري إني مرة نوب يعني، وأدري إنه كذا الشخصيات اللي حاطة مرة كذا، لكن إيش أسوي شباب، والله صعب مرة، شايفين أنتوا الموضوع كيف. لا إله إلا الله، لكن بتدرب ان شاء الله مع الوقت، وبنسوي مقاطع يعني ان شاء الله اكثر يعني عن هذه اللعبه، لانه يا اخي جزء مثير للاهتمام، تحس كذا يعني غير انه غير. اعوذ بالله. حبيبي كيف حالك حبيبي؟ ان شاء الله طيب يا كلب. اوكي كفاهم، ان شاء الله طيب يا كلب، ما ادري. المهم شيء كذا حبيبي فريدي، لا تجينا الحين حبيبي، ممكن يعني ممكن ما تشغلونا شباب. اوكي الحين اقدر ارتاح الحمد لله، الحين ما عندي توي فريدي يجي في وجهي كذا ياكل راسي ولا شيء. اوكي طيب حبيبي، حياك الله حبيبي، كيف حالك انت؟ طيب ريسيت فنتليشن، اوكي تمام. ايوه شباب زي ما قلت لكم يا اخي، كاندي كادت يا اخي شخصيه غريبه، شوف كيف تحرك، يتحرك بين فتره وفتره كذا. طبعا هو اول ظهور له كان في فناف 6، وما موجود هنا لانه انحبس يعني في فناف 6، انحبس مع جولدن فريدي، لانه هو تقريبا داخل ما في داخل طفل فاهمين. فاوكي حياك الله حبيبي، اوكي نجهز الباب رقم الباب اليمين حبيبي، كيف تجي يعني؟ حياك الله، اقلط حبيبي، معانا هنا قهوة نقدر نعطي. أعوذ بالله. لا أوكي أشوة. أوكي نقفل الباب. أوكي نقفل هذا كمان ريسيت. أوكي كويس قفلت الباب أوكي جاتنا توجيك حبيبي. هلا والله حياك الله، إن شاء الله كل شيء تمام إن شاء الله حبيبي. والله خلاص خلي الباب مفتوح حتى يجي، أول ما يجي نقفل. والله يا اللعبة صعبة مرة صعبة، أصعب لعبة فنف في التاريخ فاهمين. جاء؟ لا ما جاء. اوكي هو لما يقرب هنا لازم نقفل بقى. اوكي حبيبي يا اخي كذا ما ادري كيف فريدي هذا غريب، كان مو فريدي، مو زي الفريدي العادي اللي نعرفه فاهمين، كفريدي ما ادري كيف. اوكي جاء اوكي نقفل الباب على طول. تمام والله عيال صراحه اللعبه هذه مره غريبه وتحتوي على كثير اسرار. اوكي جانا كمان هذا توي بوني الكلب. اوكي تمام، تحتوي مره على كثير اسرار يعني ما ادري كيف. اوكي هذا راح صح تمام. اوكي يعني شوفوا هذا كل شوي كذا ما ادري كيف ايش يصير له، بعدين يتكلم كذا كلمات يعني ما ادري، تحس انه ممكن انه في. هلا والله حياك. اوكي اعطيني كهرب تكفى. اوكي 1% بس يا كلب، اعطيني اكثر طيب يا حبيبي، والله ما استغفر الله. اوكي نسوي ريسيت على السريع. اوكي تمام فريدي رجع كمان الكلب. طبعا هذا يا اخي كادي تحسه هو من اخرب الشخصيات اللي في فناف، ما ادري ليه. اذا تبغوا طبعا اسوي مقطع عنه شرح القصه حقته اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وبرضه حطوا لايك في القناه الاساسيه طبعا، لانه يا اخي ما ادري. حياك الله حبيبي. يا اخي الشيء مثير للاهتمام انه مو صح جولدن فريدي هو اللي حابسنا الان، يعني انا الحين قاعد العب بويليام تمام، بويليام افتون هو اللي حابسنا. طب يا اخي كيف حابسنا وقاعد يظهر لنا بين فتره وفتره؟ هو اصلا مو موجود، هو قاعد يراقبنا اصلا من بعيد فاهمين، هو قاعد يتحكم بكل هذه الروبوتات اللي قاعده يعني تذبحنا واحد ورا الثاني فاهمين كيف. لكن شيء غريب، وخصوصا احنا وين قاعدين برضه؟ اتوقع احنا قاعدين في المطعم نفسه حق فنافس. اعوذ بالله، الله يقطعك يا اخي ما لحقت يا اخي. المشكله جولدن فريدي يعني ما يطلع صوت فاهمين، ما يطلع صوت اكيد يطلع فوجه كذا، تونا كنا قاعدين نتكلم عنه ونمدحه ونقول انه هو فنان وحابسنا جاي يفجعنا. لا لا خلاص ما عاد نمدحك حبيبي يعني. اوكي يلا بسم الله نبدا، ما قاعدين نكمل ليله واحده والله العظيم يا عيال، اللعبه مره صعبه. لكن ايش نسوي، والله انا سويت تصويت صراحه، انا ما كان ودي نلعبها ابدا، لكن سويت تصويت وانتم اخترتوا هذه اللعبه، ما كان ودي نلعبها ابدا. طيب اوكي نشوف كذا بسم الله. الحين بركز بترك السوالف. اوكي يا اخي مش هذا كله في وجهي كذا، ابغى ارمي نظريه كذا ما ادري كيف، يدي تحكني، ابغى ارمي نظريه عنه ما ادري، ابغى انسى الجيم بلاي، انسى كل اللعب وابغى ارمي نظريه. لا اله الا الزبده، هذا مره غريب يا عيال، والله شخصيه مره غريبه صراحه يعني، ومليان مليان بالاسرار والخفايا، لانه قاعد يقول هو قصص حرفيا، هو قاعد يقول قصص يعني فاهمين كذا، يقول هو قصص في فناف 6 تقريبا ولا ما ادري والله وين. اعوذ بالله، لا امزح اوكي كذا تمام صح يمشي الموضوع كذا.
ايش؟ ليش طيب؟ ليه مو يمشي الموضوع يعني؟ اوكي شباب، اتوقع انه قاعدين نخسر مره كثير واللعبه مره صعبه، فاتوقع انه الحين لازم نستعين بالحل النهائي، الحل اللي خلاص راح يحل كل المشاكل وراح نقدر نختم هذه اللعبه اخيرا. والحل هذا باختصار هو انه نخليهم 20 وبسم الله نلعب. اوكي بسم الله شباب، تجهزوا ان ننجلد. حياك الله حبيب.